السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه جديده، قراءه حصريه على القناه لمواليد برج الجدي، الفتره اخر توقعات شهر ديسمبر، النص الثاني من شهر ديسمبر. هيكون خير ورزق وتفاؤل وسعاده وهنا يا برج الجدي على جميع توقعاتك وعلى جميع حياتك. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. انزل في الكومنتات واكتب سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بتعاني من قرين، من سحر، من تبيعه، من اي حاجه اكتب تم، يوصلك لينك قناتنا الثانيه هتلاقي عليها العلاج. بسم الله ما شاء الله. بص بقى يا برج الجدي، شكلنا هنتكلم في حاجات كتير تخص حياتك يا برج الجدي. بص يا برج الجدي، اول حاجه انت هنا واقف وعندك خنقه وضيقه من اشخاص. ساكت على حقك يا برج الجدي اليومين دول، ساكت على حقك، ساكت على شوية حاجات مضايقينك وبتقول أنا كده بريح دماغي. عندك حسد وعين يا برج الجدي، حسد وعين عندك في حياتك واخد جزء كبير جدا. الفترة دي هتكون فترة عالقة في بعض الأمور عندك، بس انت هنا جاي لك رزق حلو. الرزق ده يا برج الجدي هيكون حلو لحياتك على جميع الأصعد الفترة اللي جاية. في كمان هنا يا برج الجدي خيانة، طعن، اكتشفت خيانة، اكتشفت طعن من ناس كانت بتستغلك أو من شخص كان عامل حبيبك وعامل إن هو بيحبك. أنت كنت في علاقة غامضة، كنت في علاقة فيها غموض، فيها توتر، تعبت منها وحسيت إن أنت جبت أخرك. أنت يا برج الجدي اليومين دول بتشتغل على نفسك، لإما عندك شراء بيت، لشراء شقة، لإما تغيير عتبة. في سعادة وطبطبة لقلبك الفترة اللي جاية، وفي كمان مجهود حلو هيبقى طبطبة عليك في حياتك الأيام اللي جاية، وهتحصل على خير وهيبقى فيه جبر خاطر من عند ربنا بإذن الله الأيام اللي جاية. هقولك يا برج الجدي إن ربنا هيسعدك وهيشيل من قلبك الهم والحزن اللي انت فيه. في كمان انطلاقة حلوة، الانطلاقة دي هتكون طبطبة. انت مريت بأزمة يا برج الجدي وملقتش حد جنبك، ملقتش حد واقف معاك، ملقتش حد بيحل معاك اي مشكلة في حياتك. عايز انصحك واقولك على حاجة يا برج الجدي، بلاش تكون متسرع اخر 10 ايام من شهر ديسمبر، علشان خاطر هيكون عندك ترقية، والترقية دي هتكون حلوة وهتزيد وضعك الاهتمامي، وضعك الخاص بيك. في كمان شخص عزيز على قلبك وانت بتحبه جدا، الشخص ده هيبقى فيه بشرة ليه سارة الايام اللي جاية. انت بقالك مدة منتظر ورق يخلص، منتظر قضية تربحها، منتظر شوية امور. عدوك بيخدعك وبيتدخل في خصوصياتك في كل حاجة يا برج الجدي، وانت مديه وش الحبيب. عايز اقول حاجة لبرج الجدي، ان انت ما تحكيش حاجة تخص حياتك لحد. انت اليومين دول حزين وحاسس بالوحدة، وحاسس ان مش عارف تاخد حقك من كل اللي ظلموك بس سايبهم، وعلشان كده مش عايزاك تدخل في اكتئاب ولا حزن، علشان عيونك مليانة دموع. والحلم اللي بيتكرر معاك ده هيكون اشارة لتحقيق اهداف في حياتك الفترة اللي جاية. رزقك قادم، بس خلي بالك من طريق سفر، وطريق السفر ده هيبقى فيه تعارف على حد، فعايزاك تخلي بالك كويس جدا. في هنا كمان مراقبة، في شخص منفصل عنك او شخص بعيد عنك، في مراقبة بين شخصين. انت هنا هيكون عندك عرض حلو، عرض صفقة، عرض حياة، عرض حلو جدا هيكون خير ليك. عايزك كمان يا برج الجدي تخلي بالك من مهماتك، تخلي بالك من اختباراتك، تخلي بالك من كل حاجة مخطوطة في حياتك. في هنا حد ظلمك، حد ظلمك او حد عمل لك حاجة. الايام اللي جاية هيكون فرج قريب، وهينهي الخلاف اللي بينك وما بين حد، وهيبقى كمان في ايمان لقلبك ولحياتك الفترة اللي جاية. في كمان هنا شخص داخل حياتك، الشخص ده بيتفق على اذيتك، بس ما تقلقش علشان انت نيتك صافية ونيتك تمام، هتلاقي تغيرات جذرية، بس بلاش تفقد أعصابك في مواجهة مع حد، مع شخص كده بيستغل كل الحاجات لصالحه. أنت اليومين دول يا برج الجدي محتاج راحة، جسمك وجعك، محتاج إن أنت ترتاح، محتاج إن أنت تبص لنفسك شوية.
وخلي بالك في امور هتنكشف قدامك هتعرفك مين الحبيب ومين العدو. في خطوة جديدة هتعملها يا برج الجدي الايام اللي جاية، الخطوة دي هتبقى على جميع الاصعد برضو، وهيبقى فيك فيها حظ حلو طول ما انت نيتك صافية. هتستلم حاجة تخص المال، تخص الفلوس، تخص الحياة عندك، هتستلم حاجة وهتهتم بمظهرك الأيام اللي جاية، وهتقول عليا وعلى أعدائي أنا ما عدت سايب أي حاجة تاني في حياتي. إهمالك في نفسك الفترة دي يا برج الجدي مخليك متضايق ومخنوق، مخلي عندك بعض التوتر وبعض الحيرة، فده كلها فترة وهتعدي، والأزمات دي كلها راحت لحلها. في كمان يا برج الجدي صدقة أو تجمع عائلي أو تجمع بينك وما بين حد، هيكون تجمع حلو وهيكون كمان في كلام كتير، وكل اللي عنده حاجة هيقولها. شوف انت ناوي على ايه يا برج الجدي، اللي انت ناوي عليه هو اللي انت هتدخل فيه. في كمان مشكلة انت هتحاول تخرج نفسك منها وهتحاول تطلع منها، علشان هتحس ان المشكلة دي ازياك، والمشكلة دي انت ما كانش ليك لازمة ولا كان في داعي ان انت تدخل فيها، بس هما اللي دخلوك فيها واذوك. مش عايزاك تكون دايما متألق في عيون الاخرين، لو انت عايز تكون شيك وعايز تكون تمام خليه في عيون نفسك، علشان الحاسدين والحاقدين واقفين وواخدين جزء كبير جدا من حياتك، وده طبعا انت تعبك نفسيا وعامل لك ضغط على نفسك بطريقة كبيرة ومخلي نفسيتك تعبانة ومش عارف تتعامل ازاي مع بعض الاشخاص. عندك بداية جديدة او حب جديد او علاقة جديدة، خطوبة يا برج الجدي، احب ابشرك انه في خطوبة عندك، في زواج عندك، في حياة جديدة عندك الايام اللي جاية، وهتحصل فيها بعض الامور، احداث صعبة مريت بيها، بس حان وقت ان هي تتبدل 180 درجة من اجل سعادتك. انت والشريك في مشاكل بينكم، في زعل، في خصام، هيبقى في صلح بينكم ان شاء الله باذن الله، وهيبقى في بشرة سارة، او انت هتغير من نفسيتك وهتغير من حياتك مع الخبر السريع اللي هيجي لك الايام اللي جاية، هيكون خبر حلو على جميع الاصعد. انت صبرت كتير وتحملت مسؤولية ما كانش يعني مسؤولية زي الجبل، وعفرت وقفت وساندتهم وكنت معاهم في كل حاجة، رغم ان هم كانوا مزيفين، رغم ان هم كانوا بيضحكوا عليك، بس انت برضو مهمكش، بقيت واقف معاهم وكملت معاهم وعفرت معاهم وما تمرش فيهم اي حاجة انت بتعملها، واديتهم زيادة عن حجمهم اكتر من اللازم، ولما طعنوا طعنوك انت يا برج الجدي، علشان انت كنت اكتر حد معرض ليهم ومعرض لحياتهم. شوف انت مستني ايه، واللي انت مستنيه هيكون قادم لحياتك. مش عايزاك تتأنق قدام الاخرين علشان خاطر الحسد يا برج الجدي، علشان خاطر الحسد هنا أذيك بطريقة كبيرة جدا، ومخلي قلبك وجعك، مخليك كده حزين وبتعاني من تنفس، مش قادر تاخد نفسك، بتعاني من ألم في دماغك، بتعاني من توتر، من حيرة، وبتسأل نفسك يا هل ترى أنا فيا إيه؟ في كمان هنا أنت أجمل ما فيك يا برج الجدي إن أنت بتشوف الحاجات قبل ما تحصل، يعني الحاجة كده بتكون في بالك بتروح بتحسها بتروح تحصل على طول، فأنت بتشوف الحاجات قبل ما تحصل. زعلك وحزنك ده ظاهر لك جدا في حياتك اليومين دول بسبب الضغط النفسي اللي من الاشخاص اللي هم من اهلك ودمك ولحمك، داخل في موضوع ومفيش حد جنبك يا برج الجدي، وانا دايما اقول لك كده ان انت داخل في حاجات ومفيش حد جنبك ولا حد بيسندك في اي حاجه تخص حياتك. مشكله بتحاول تلاقي لها حل والحل موجود بين ايديك، ومشكلة حيران فيها ومش عارف تحلها، والتالتة طلعتها من حياتك. شوف انا بقولك ايه، تلات مشاكل والتالتة طلعتها من حياتك، رميتها بره حياتك وقلت بس انا بدخل نفسي في مواجهات وفي حاجات ليه ملهاش اي لازمة. خلال ايام هتتعرف على حد جديد، الحد اللي هتتعرف عليه ده هيديك طاقة ايجابية وهيحسن من امورك وهيخليك تخطي خطوة لقدام بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. ايوة هيخليك تخطي خطوة لقدام في مستقبلك بطريقة ايجابية وبشكل حلو جدا. عندك واحدة ست بتلعب بالطرفين، تحسها هي بتشتغل رقصة،
سوري يا برج الجدي، بس احنا متعودين نتكلم بصراحة. ست كده بتلعب، ست كده تحس ان هي مش مظبوطة على طول كده، انت اول ما بتشوفها بتقول الست دي مش مظبوطة، تحسها بتلعب على الطرفين، تحسها جسمها كده بيدل ان الست دي مش مظبوطة. يعني ابسط حاجة ممكن تحس ان هي تشتغل رقاصة، عينيها طايرة دايما، عينيها بتلف وتروح. الست دي اصلا استغفر الله العظيم منها. اوعى تامن لحد يا برج الجدي وتدخله بيتك، اوعى. قلبك الطيب ده بلاش تحطم نفسك بنفسك. عندك اخبار حلوه الايام اللي جايه، والاخبار الحلوه دي هتدم عليها العين. المشكله القريبه منك اللي مسببه لك اكبر حزن هتتحل، المشكله اللي مسببه لك اكبر حزن هتتحل. الايام السعيده قريبه منك، الايام اللي فيها خير وفرحه وهتسعدك قريبه منك. بس قول لي مين حرف الهاء او حرف الالف، حرف الهاء او حرف الالف، الحد ده هتتعرف عليه الايام اللي جايه، الايام اللي جايه تتعرف عليه وهتطلعوا مع بعض خروجه، هتطلعوا مع بعض في رحله، الرحله دي هتحسن من امورك وهتحل بعض الامور عندك. بس برضو ارجع واقول لك في مشكله تتعلق بالعيله عندك يا برج الجدي، في مشكله عندك بتتعلق مع العيله بس بتحاول تحلها وهتلاقي الحل. عندك هنا اشخاص انت بتثق فيهم جدا، اشخاص بتثق بيهم جدا، والاشخاص دول دايما بحس ان هم سند ليك وواقف معاهم. انت دايما عندك هدف في حياتك وبتحقق، بتعمل اقصى جهدك حتى لو كان الهدف ده هياخد منك تضحيه كبيره، بس برضو بتحاول. بتضحي كتير من اجل الناس اللي انت بتحبها. عايز اقولك ان فنجانك بيدل على الامور الحلوه، وان انت هتتغلب على كل العواقب اللي موجوده في حياتك، بس كل مشكلتك ان انت لازم تصبر شويه. كل اللي انت فيه ده بس، وكل اللي احنا عايزينه ان انت تصبر شويه، علشان الصبر هو مفتاح الفرج في حياتك. ايوه الصبر مفتاح الفرج، فانت هتصبر هتلاقي، هتصبر هتلاقي، مش ما هتلاقي، هتلاقي وهتلاقي امور حلوه جدا وهتلاقي تحسن. انت بس زعلان شويه وقلبك حزين على كل الاشخاص اللي انت قدمت لهم الخير وطعنوك. ايوه قدمت لهم الخير وطعنوك. عندك هنا عمل جديد او مكان جديد، المكان ده هتلاقي فيه نقلة جديدة، بس بلاش تخاف وخليك واثق من نفسك زي ما انت واثق من نفسك. خبر حلو متعلق بفرحة قلبك خلال ايام اللي جاية دي هيجي لك عن طريق رسالة او مكالمة او مواجهة، المهم الخبر ده متعلق بقلبك. الصداع اللي بيجي لك، الحيرة، الدوامة، الخوف من المستقبل، ده سببه ايه؟ سببه حسد، سببه حسد. فعايز اقولك ان ربنا رحيم بيك، وربنا قادر وعارف اللي انت فيه، بس بيقولك اصبر، اصبر علشان ترزق، اصبر علشان تحصل. انا جاية بس ابشرك ان انت كل احلامك هتتحقق، كل احلامك هتتحقق. العوض هيجيلك على على شكل معجزة. عايز اقولك فنجانك يا برج الجدي، على الرغم انه في بعض التعب وفي بعض المشاكل وفي بعض الامور اللي معقدة في حياتك وداخل في طاقة سلبية، بس بإذن الله هتطلع من اللي انت فيه ده كله، علشان الشيء بس اللي هيفرحك اللي متعلق بتحقيق امنيتك، وتحقيق امنيتك قدامها ايام معينة. مساحتك بيضة وفاضية، وفنجانك بيدل على ان حياتك راح يبقى فيها فرق وهيبقى فيها تحسن، والمطر اللي هتمطره السماء انت هتحصل وهيكون ليك رزق فيه، هيكون ليك رزق فيه. عندك ألم في ظهرك، وده بسبب الحمل اللي انت شايله. انت ناوي ان انت ترمي همومك ورا ظهرك، ناوي ان انت تقول يا رب انا بس عايزاك تعوضني، انا مش محتاج اي حاجة بس محتاج ان انت تعوضني. والعوض هيجيلك على شيء امور حلوة جدا. خلي بالك انه في سر هينكشف قدامك خلال الايام اللي جاية، وهتعرف كل واحد على حقيقته، وهتحط النقط على الحروف، وممكن تخرجهم من حياتك. ايوة هتعرف صديق مقرب منك، الصديق ده كان بيحبك وكان عامل لك ايه، عامل لك الحياة حلوة. في شخص انت هو مش من برجك، في شخص مش من برجك، بس الشخص ده هيكون سر سعادتك، هيكون سر سعادتك، هيساعدك في حاجات كتيرة جدا تعملها. برج الجدي، انت هنا ناوي على ان انت تشتري ملابس جديدة، ناوي تشتري تليفون، ناوي تشتري حاجة. فعايز اقولك الحاجة اللي انت تشتريها دي هتبقى فيها حمور حلوة جدا وتحسن. انت اصلا ما بتعملش الحاجة غير لما انت بتكون بتفكر فيها كويس جدا، يعني مش زي اي حد، بس بلاش تكون كتوم زيادة عن اللزوم يا برج الجدي. انت بس محتاج الحنية
والله لو لقيت حد حنين عليك لا هتحكي له، هتحكي له كل مغامراتك. انت بس ما بتجيش غير بالحنية، ما بتجيش بالعند، يعني ما تعاندنيش هتكسبني، فانت ما بتجيش بالعند، فانت محتاج بس حد يطبطب عليك. انتوا بس اللي بيزعلكم العشم الزيادة اللي بتتعشموا بيه في الناس بسرعة، وبلاش تعشموا في حد زيادة عن اللزوم علشان مش محدش هيخذلكم غير المقربين منكم. ايوه محدش هيخذلكم غير المقربين منكم. الشمس هتبدأ تنور في حياتك الايام اللي جاية. انت حاسس ان الايام دي حاسس ببعض التوتر والقلق والحيرة والتوه، حاسس ان انت تايه وحاسس ان انت محتار مع الشريك ومش عارف تاخد خطوة لقدام، وساعات بتحس ان كل اللي حواليك جايين عليك وبيحملوك طاقة انت مش مستعد ليها، وبرضو حاسس ببعض الاهمال، حاسس ببعض عدم التقدير من اقرب الناس ليك، وعايش معاهم ومستني بس تغير العتبة بتاعتك. ايوه مستني تغير العتبة بتاعتك. مزاجك بيتغير من بعض الوقت، وده بسبب الخنقة اللي انت بتدخل فيها. اعصابك تعبانة ومش بتنام الليل ودايما ساكت وعايز تبقى لوحدك، كل ده من صالحك. كل ايوه كل ده من صالح، كل ده ليك انت. بس عارف لما هتكشف الامور، تكشف الايام اللي جاية دي، الايام اللي جاية لما هتكتشف حاجات حياتك هتتحسن وهتتظبط. والله حاجاتك هتتحسن وهتتظبط. عايز اقول لك هنا، انت بتحاول اليومين دول تجيب ورقة وقلم وبتحاول تنظم وقتك، مسؤولياتك، شغلك، بتحاول تنظم حاجات كتيرة جدا علشان تشوف الطاقة السلبية هتجيلك منين، تشوف الحاجة اللي بتضايقك هتجيلك منين. فانت بتحاول تنظم وقتك بكل حاجة في حياتك، بتحاول تراجع شوية امور في حياتك كانوا عاملين لك طاقة ايجابية. عندك لقاء مع شخص غالي على قلبك، اللقاء ده كان بينك وما بينه محبة، بينك وما بينه كلام كتير، هيكون عندك لقاء بينك وبينه بعد غياب طويل. ناوي على سفر، ناوي على طريق طويل، والطريق ده انت اصلا فعلا محتاجه. خلي بالك من نفسك كويس جدا، لانك انت لما بتيجي على نفسك وبتتنازل علشان خاطر حد، صدقني هتندم وهتزعل، هتندم وهتزعل. وانا مش هرجع اقول لك الكلام ده تاني يا برج الجدي. اوعى تيجي على نفسك عشان خاطر حد، اوعى. الحسد غارق في حياتك، غارق في ابتسامتك، غارق في جسمك من اقرب الناس ليك. يعني انت اصلا الحسد مش جايلك من حد بعيد، انت جايلك من اقرب الناس ليك. بلاش تسامح بسرعه، بلاش تسامح بسرعه. عارف رسالتك بتقول لك ايه؟ ابشر، ابشر وبشر الصابرين، الرزق قادم والله يا برج الجدي، وهتدخل في طاقه ايجابيه. شايفه لك كمان مكالمة حلوة جدا، هتجيب لك خبر حلو انت مش متوقعها خلال الايام اللي جاية. ايوه خلال الايام اللي جاية. انت ناوي تشتري حاجة في البيت في الاجهزة الكهربائية، ناوي تغير، ناوي تعمل حاجة جديدة في حياتك، ناوي تعمل حاجة جديدة في حياتك، هيبقى عندك امور حلوة. اليومين اللي جايين دول ناوي تزور حد يا برج الجدي، ناوي تطلع من اللي انت فيه، ناوي تتغير، ناوي تزور حد. خلي بالك من اصحابك اللي في شغلك اللي بيدبروا لك مكيده، اصحابك اللي في شغلك اللي غيرانين منك، اللي حاسين ان انت دايما افضل منهم رغم ان انت بس بتتعب في الحاجه، وهم مستهترين، هم مستهترين. عندك ارهاق يا برج الجدي، شايفه لك طاقه ارهاق او طاقه تفكير، وعلشان كده انت ما بتنامش الليل. ايوه انت ما بتنامش الليل، دايما عندك يعني خطوات حلوه في حياتك، عندك خطوات حلوة، بس دايما بتلاقي ملل، دايما بتلاقي ملل، بتلاقي كده ان انت مش طبيعي، ان انت مخنوق ومتضايق من غير اي سبب. خلي بالك انت كتوم وكاتم كتير جدا في قلبك، واللي كاتمه محدش حاسس بيك، يعني انت كاتم كتير جدا في قلبك، وعشان كده دايما بتدور على اللي يقولك مالك. انت عارف لو بس لو لقيت حد يقولك مالك والله امورك هتتظبط. هنا في شخص قريب منك، الشخص القريب منك ده هو مش أذيك، بس انت بالك مشغول عليه، بالك مشغول عليه، وزعلان على زعله، وبتفرح لفرحه، وفي نفس الوقت شايفالك هنا حد انت بتحبه جدا جدا، بتحبه جدا رغم ان هو كسر قلبك، رغم ان هو كسر قلبك. ايوه عايزك تاخد حذرك، ان انت حد بيراقبك من بعيد وعايز يوقعك وعايز يأذيك، فانت خد حذرك، وفي نفس الوقت حصن نفسك اول باول،
وما تحكيش على اي حاجة تخص حياتك، ما تحكيش على اي حاجة تخص حياتك، علشان اللي هيجي في حياتك الايام اللي جاية تكون انت مستحمله وتكون قده وقدود. بداية الاشهر اللي جاية دي اللي هم خلاص قربت تخليص السنة، هيتفتح باب ليك. الباب ده والله العظيم يا برج الجدي انت من زمان نفسك يتفتح. الايام دي انت بتعاني من ضغط شديد جدا جدا عليك، رغم ان انت جواك برضو حب كبير جدا، بس بتعاني من ضغط، بتعاني من توتر، بتعاني من حيرة، بتعاني من بعض التغيرات. عندك تواصل مع شخص بعيد عنك بقالك مدة نفسك تتكلم معه، الشخص ده هيكون مقرب منك وهيديك طاقة إيجابية وهيحسن من أمورك، هيحسن من أمورك. قولي له يا برج الجدي، انت دخلته في علاقة ولا لسه؟ دخلته في أمور حلوة ولا لسه؟ انت بس بتكره الخيانة والغدر والنفاق، بتكره الخيانة والغدر والنفاق. الأيام اللي جاية دي هتكون حابب ان انت تقعد لوحدك شوية وما تتكلمش مع حد ولا حد يتكلم معاك. افكارك هتتحول تتحسن، ومش هتفكر ابدا تاني في الماضي، هتقول الماضي اذاني فانا مش عايز افكر فيه، مش عايز افكر فيه، وهتبدأ ان انت تخلط امورك. بالنسبة للمنفصلين والمطلقات واللي هم منفصلين عن الشريك، ممكن يكون عندكم عودة الايام اللي جاية، بس خلي بالكم بلاش تدخلوا اطراف تالتة بينكم وبين الشرير، وبلاش تفكروا ان هم حابين لكم الخير وحابين لكم الرجوع، وزي ما بيضحكوا عليكم بكلمتين كويسين. الاشخاص بتوصل كلام غير ما انتم مفكرين. بالنسبه للناس المرتبطين، فانتوا هتلاقوا طرف تالت او واحده ست، واحده ست من الجيران، من الاقارب، من المقربين. خلوا بالكم بتتدخل بينكم وبين الشريك وبتردد كلام مش كويس. واحدة في حياتكم اليومين اللي جاي هتكتشف حاجة ليك فترة مخفية عنك، وهتظهر في حياتك قادما ان شاء الله بإذن الله. ابعد عن العيون، بلاش تكون انت اللي محطوط في الوش، بلاش تكون انت المحطوط في الوش. عندك الفترة اللي جاية جزء من كرامتك، جزء من رد اهانتك، جزء من رد حسدك اللي بينك وما بين الناس، يعني انت هيكون عندك جزء من ظلمك ان شاء الله باذن الله، وهيبقى عندك امور حلوه. دايما انت عندك يا برج الجدي بتحب تكتشف الحقيقه بنفسك، بتحب ايوه بتحب تكتشف الحقيقه بنفسك، ما بتحبش يعني ما بتحبش القال والكينه، بس دايما عندك نميمه، يعني ما انت ما بتحبش القال والكينه، ما بتحبش حد يتكلم عن حد في غيابه، بس عندك نميمة على أشخاص بيقعدوا عندك في الشارع ويفضلوا يجيبوا في سيرة اللي رايح واللي جاي، وانت نفسك يعني نفسك كده خلاص، نفسك تطردهم، نفسك تموتهم، نفسك خلاص. خلي بالك كما تدين تدان، كما تدين تدان. على قد الناس اللي هي أذتك ربنا إن شاء الله بإذن الله هياخد لك حق، فما تقلقش، انا مش عايزاك بس تقلق، انت هنا عندك طاقات ايجابيه. وعايزه ابشرك ببشره تاني كده يا برج الجدي، ان انت تبتسم، ان انت تبتسم وتسيبها على الله. الحيره اللي انت بتعيش فيها اليومين دول والفتره الصعبه اللي متلخبطه عندك ده كله متعلق بتحقيق امنيتك، عشان بس بالك مشغول وبتفكر كتير. عايز اقولك ان ربنا هينجيك، ربنا هتلاقيه واقف جنبك يا برج الجدي وبيدعمك على كل حاجة في حياتك الفترة اللي جاية. ادعي ربنا وربنا هيستجيب لك في كل توقعاتك وفي كل حياتك وفي كل مؤامراتك بإذن الله، بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هتحصل على رزق وفير ومال وتعويض في جميع حياتك بفضل ربنا. انت داخل على تغيرات كاملة، على وشق حياتك، خطوة لقدام، فرحة لقدام، حاجة لقدام هتعملها ومش هتندم، علشان الحاجة دي هتكون صح من أجل حظك ومن أجل نصيبك، هتحصل على انطلاقات وفرحة وتغيرات جذرية. بتعاني من قرين، من سحر، من تبيعة، اكتب تم يا برج الجدي عشان يوصلك لينك قناتنا التانية، هتلاقي عليها العلاج بإذن الله. برج الجدي انت هتكون متألق، ما تخليش أي حد يسيطر عليك، سيبك من أي كلام ممكن يضايقك أو يزعلك، ركز على هدفك وعلى نفسك. تحياتي ليك يا برج الجدي.